والله البطاقة التمنية لي حد الآن ما جاء، بس مرة واحدة استلمنا الوكيل، مرة واحدة استلمنا الوكيل وهذا صار الجاز يومية اليوم مباشر ومرة. وتعرف شغل ماكو المواد الغذائية، المواد الغذائية بس مرة واحدة جتنا هنا. مرة واحدة قبل كيف؟ هاي قبل شهر يعني. قبل شهرين؟ قبل شهرين مرة واحدة جتنا. تتذكر شنو كانت المواد؟ والله كان زيت تذكر. زيت ايش قد؟ زيت نادى بيات كان. اي؟ اي بس. بس زيت كان. تمن؟ ماكو. شكر؟ ماكو هاي شغلات ماكو، بس جوانا زيته ماكو لا بقوليات ماكو كل شيء ماكو. راجعت الوكيل ورا هاي الشغلات؟ وكيل موجود. اي راجعت ما يقول سجلنا ولحد الان بعد ما جانا، يعني لحد الان ما جاهم، ما جانا كل شيء، اي شيء ما جاهم. زين انت عندك اطفال؟ عندي نعم. يشربون حليب لهم؟ لا ما اشرب. يعني انت ما تجيب لهم؟ لا. شو سعر الحليب؟ والله الحليب قطي بخمسة اس. قطية بخمسة؟ اي نعم. كم طفل عندك؟ عندي ثلاثة. ثلاثة اطفال؟ اي نعم. يعني قطية ايش قد تكفيك بتقديرك يعني؟ والله قد تكفي لها اسبوع. اسبوع؟ هذا بالاقتصاد يعني. اي تقتصد اي اقتصاد اسبوع كفي. اي نعم. قطية بخمسة الاف دينار؟ خمسة الاف دينار. واي مواد غذائية لحد الان؟ ماكو اي مواد غذائية. زين مساعدات منظمات المجتمع؟ ماشي لحد الان كل شيء ماشي. كل شيء ماشي. مرة قلت لك مرة واحدة جوانا هاي مفردات ما انطونا، بس مساعدات. بس مساعدات. نعم. اي والله وفرد نوبة يعني معاناتنا من ناحية المواد الغذائية. نعم. ومن ناحية اللي يعني احنا مثل ما يقولوا تضررنا بهاي الحرب، تضررنا البيت وقع والسيارة تضررت، ويعني اغراضنا كلها انباقت. واني زلمتي عنده سكري وعنده انزلاق بظهره، والله يعني فرد نوم معاناتنا، وماكو لا تعويض لا شيء. يعني احنا وين نروح؟ انا عائله برقبتي. كم عدد؟ ايش قد عدد الاطفال؟ السبعه. والله سبع اطفال عندي. اي والله. يشربون حليب اكو بهم؟ يشربون؟ لا والله ما يشربون، بس هذا صار عندي اسهال ازواع من ماي المتلوث. نعم. اي والله واش نسوي؟ الحمد لله على كل شيء. راجعتي الوكيل اللي بالمنطقه؟ راجعته ويقول بعد اسبوع يجي، بعد 10 ايام يجي. ماكو لحد الان كل شيء؟ ماكو. ايش اسوي؟ الحمد لله. عائلتك كم نفر؟ 15 نفر. انتم بالبيت؟ بالبيت. استلمتوا بطاقه تموينيه مفرده؟ لا بس المساعدات مره واحده استلمنا. طحين؟ ما لا لا ما طحين. كيسين على 15 كيلو شكر تمن كلها كيلوات 7-8 هيك ما تكفي. لا جاي نشتري. زين انت بتعمل لو؟ لا ماكو احد بالبيت يشتغل؟ لا ماكو كلها قاعده. والله شلون قاعده تشترون المواد؟ والله عمي يلا مدبرها. شو تسوي؟ قاعد تكفيكم يعني؟ لا والله ما تكفي. لا والله والله اشتريت كيس طحين باقي منه ربع قونيه. زين الغاز انت تشتري؟ اي كله مشترى. حد لما استلمنا غاز؟ انت ما عندك راتب ولا؟ لا ما عندنا راتب. لا والله. نعم هسه هناك اكو ناس مهجره مني ما استلمت مواد نهائيا. قيم مقام البارح صار اجتماع خصص واحد بالحي الاخر راح ياخذ بطايق اللي ناس المهجره ما مستلمه مواد نهائيا. خصصوا لهم وكيل بحي الاخر، هذول راح يستلمون لهم مواد ناس المهجره اللي ما محرر المنهزم من ظلم داعش. هذا الجانب راح يمطي بطاقته بحي الاخر، راح يستلم مواد كامله على هاي البطايق. نعم. وماكو يعني هسه كلش كان اكو ناس صحيح ما مستلمه، ناس تعاني يعني، اكو ناس هسه اللي افضل من الناس اللي مضرره. احنا بالبدايه منطقه حي البكور ومنطقه الاربكيه وجميع المناطق استلمنا مواد يعني حيل زينه. مواد شنو؟ مواد مساعدات؟ نعم مساعدات ومواد جانا حتى الغاز. حتى الغاز جانا. بطاقه تموينيه؟ بطاقه تموينيه لا من حاليا ماكو. بس استلمتوا؟ لا ايش قد مستلمين؟ والله صار لنا تقريبا كثير. ايش قد يعني شهر ونص شهرين؟ والله تقريبا خمس ست اشهر احنا ما مستلمين. خمس ست اشهر؟ ايه. انت ما مستلم بطاقه تموينيه ابد؟ ابد ما مستلمين، بس شنو مساعدات حيل زين. مساعدات وصلتكم؟ اي وصلتنا الغاز وصل. شنو المواد اللي موجوده بالمساعدات؟ والله المواد شكر. نعم. وتمن وزيت وطحين وعدس وغاز هم جانا هم الحمد لله.
يعني اسال مواطن يعني اقول لك ما يحتاج، بس اللي يحتاج اهم شيء المي. المي يعني كثير ناس، وخلف الله على استاذ سعد ابو الماء هم تاع يوزع تناكر على جميع الناس اللي الماء عندهم مي، والناس تعال تستلم يعني كل من هو سره. يعني اكو ناس باكر منطقه حي البكر ان شاء الله راح تستلم الاربكيه، يوزعون تناكر على جميع المحلات الماء مستلمه يعني الفروع. اشتغل بوكاله مواد غذائيه. نعم. صار لك ايش قد بهاي؟ هاي صار لي 20 سنه. 20 سنه بي. ايه. اخر مره اجتكم مواد غذائيه وزعتوها للمواطنين قبل ايش قد؟ هلا هلا. قبل شهر. اكثر من شهر. اكثر من شهر. اكثر من شهر. اعطونا بس مال العوائل اللي كانت موجوده عندنا. بعدين تحررت عوائل عندي بالثمانين عائله ما مستلمه ولا ماده. ولا ماده ما انطوها. ونروح يقول لنا روحوا ماكو، قلت لهم رحت مرتين خمس مرات والله رحت على المخازن. نعم. ويعرفون شكلي وما اخاف من اي واحد يشوفه. رحت اقول لهم يابا المواد الغذائيه انطوني المواد الغذائيه الحصه، ما اريد المساعدات بعد. نعم. ايه خمس مرات ياخذون القوائم يطلعوها يخلوها فوق، يطلعوها يخلوها فوق، يغيرون بالقسائم واحنا نظل واقفين، ينتهي دوام بالثلاثه نرجع لبيوتنا كل شيء ماكو. زين من تراجع انت الدوائر المختصه بهذا الموضوع. ايه. تشوف اكو وكلاء. اكو وكلاء. أيه. يستلمون لو ما يستلمون؟ يستلمون بس اشن يستلمون بما طريقه ما نعرف. يعني يستلمون مواد غذائيه؟ يستلمون مواد غذائيه. ايه. يعني يطول القسم وقسم ينطوهم؟ قسم ينطوهم وقسم ما ينطوهم، وقسم من البدايه ننتظر ننتظر ويطلع اسمنا يا بدي يلا دي يلا ماكو. زين انت اوراقك كامله؟ كامله والله. كامله والله. ليش شنو السبب يعني؟ ما تعرف. وهو المواد تجي قليله. نعم. ما كثيره. شنو هي المواد؟ تمن وشكر. نعم. وزيت والطحين عيجي كل 10 ايام تجي كم خطره. تقدر تقول لي النفر الواحد الشخص الواحد ايش قد له حصه من التمن والشكر؟ التمن ياخذ 3 كيلوات بالشهر. بالشهر. نعم. كيلوين شكر. نعم. وبطل زيت. نعم. وتسع كيلوات طحين. هاي للنفر الواحد. للنفر الواحد. واني لي هسه من صار التحرير لحد الان ولا ماده ماكو. زين انت تشوف المخازن بيها مواد؟ ايه بيها مواد. اكو بيها مواد لما تتوزع واحنا موجودين تروح. نعم. لما يجي سرانا هم يلعبون بالسره. انت وين مركز راجع؟ مركز تموين الزهور احنا. مركز تموين الزهور. ايه وبازوايا المخازن. نعم. نروح على المخازن، هي التسجيل غادي، الفلوس غادي، وكلها غادي. والله اذا ما راح خمس ست مرات انا رايح. وهنا الجماعة العوائل بس تحكي على الوكيل الوكيل، انتوا تشدوا حيلكم تشدوا بيش تشد حيلنا؟ بيش تشد حيلنا؟ يعني اروح ب 2500 تاكسي وارجع ب 2500 تاكسي، وبعدين سعروها قالوا كل واحد يستلم 1000 دينار، زين انا لما اروح غادي وبس اشوف زيت واحمله بسيارة يجيب لي ب 25000، بعدين يجي شكر 25000، بعدين يجي تمن 50000، الطحين 60 70000 دينار. ايش راح لما؟ ما لحق اوزع. والله كم مره راح ما بقيت الوكلاء نفس الشيء نفس الشيء، هنا بحي الفكر نفس الشيء. هسه عندنا بس وكيل واحد كنستله، ولما استلموه تمن تمن ما ينكشف. هذه اول وجبه. والله كل هذه قبل شهر ونص تقريبا.